ايش هالاسئله ها؟ ايش هالاسئله؟ المره بنفسها قالت لك ما فيها شيء وراسها يعورها من النظره في المستشفى بس. ايش تبيها تقول لك والله؟ والعمليه؟ اي عمليه؟ اي عمليه؟ ومن قال لك ان في عمليه؟ خالد سمعكم تتكلمون عن العمليه. ايش عمليته يا خلود ها؟ ايش عمليته؟ انت حاطين الجاسوس بيننا انت ها؟ كل اللي تسمعه تروح تسولف فيه اليهودي. اسمع عاد اسمع اترك الياهل عنك لان بغيرك استحنت. الياهل قالها بحسن نيه وبعدين قول لي ايش العمليه؟ عاد انا مو ملزوم اقول لك شو يصير بيني وبين مرتي. وبعدين لو انت ريال عاقل كان ما تدخلت في هالامور الخاصه. الحين انا عرفت ليش بنتك تطلقت من رئيسها الاولي. اكيد من تحت راسك. يبا ما عاد لي قاعده في بيتك عقب الكلام اللي سمعته. يا يبا واللي سلمك انت تعرفه كلامه دفش بس بعد شويه يبا بيرد مثل ما كان ولا كانه قال شيء. يا ابوك الكلام اللي انقال ما ينسي. انا باخذ خالد وياي ولا صرت يشوى تعالي اخذه. يا يبا انا ما بك تكون متكدر وزعلان. انا يبا ما لي نلمه روحي له قبل لا يموت. واللي سلمك يبا ولي سلمك لا تقطعني. انا ما لي حد غيرك يبا. الصبح هو يكون في الشغل. خل بالك يبا من خلود لا تخلي يروح الدكان بروحه. واذا ابوه عطاك الالف يشتر له ثوب ونعال. ما يصير نكسر بخاطر الياهل بعد. والعمليه يا لولو العمليه ايش حقه؟ يا يبا انا عندي امل ان العيال يعني إذا الله رزقنا بعيال عبد الرحمن يتغير. إن شاء الله يتغير. والعملية بسيطة يا يوبا لا تخاف. واحدة من رفيجاتي سويتها أكثر من مرة. شلون يعني أكثر من مرة؟ يا يوبا هذه يسمونها عملية تلقيح صناعي. يعني شوف أول عملية يسوونها يسحبون بويضات من الزوجة ويلقحونها، وعقب يسوون عملية ثانية اسمها ترجيع البويضات الملقحة. عملية ثانية؟ وإذا ما نجحت العملية وما صار حمل يكررونها مرة ومرتين وثلاث وأربع. أوه ليش؟ وش حادها؟ المهم يبا شلون هي الحين؟ يح انت يبا ما انت برايحة لها؟ بلا أكيد بروح لها مع أن شغل البيت والحمال تعبني. تدري يبا أنا قلت إذا جبت ولد بسميه على اسمك، بس بعدين فكرت اسمك مو حلو، فقلت حرام اني اظلم الولد واسميه على اسمك. سميه اللي بتسمينه يا ابوك، المهم صحتك. انا ما ابغيكم تسمون على اسمي، الاهم شيء عندي صحتك وصحة خواتك وسترهم. انا ما ادري ليش عفسين البيت كذي. انت بدل ما تقعدين تتحطمين تعالي حطي يدك ويانا وساعدينا. باكر العيد ولا الحين ما خلصنا شيء. ايه ما ادري من بيجينا الجيران. واذا الجيران ما يو هذه سنه عيد لازم ننظف ونرتب البيت. عبد الله قوم يما دق بليب حق ابوك قول له تعال ترى تاخر. انزل واحد وين يقعد الحين؟ وانت من متى تقعدين ويانا؟ كله من دعسه في غرفتك. انا غلطانه فعلا انا غلطانه. تعالي معي رتب الميلس. انا مو خدامه، عندكم خدامتين خلي يساعدونكم. والله انا ما ادري هل بني نفسها خايسه ليش. روحي حبيت انها تشاركنا في ترتيب الصاله طالما انها نزلت معانا معناته تبي تتغير. هي تتغير عمرها ما تغيرت هالبنيه. ايش عندها تتكلم؟ وبعدين انت قولي لي تبي تسولفين ولا تبي تشتغلين؟ لا ذي ولا ذاك، انا بروح البس ثيابي ابو جاسم بيه الحين. نبي نروح ناخذ لفاله. اي اول هند اللي كانت تجيب لفاله قبل العيد بيوم يومين ومن طلع اخوها قبضت يدها. يا ربي وين راح وانا حطهم هني تحت الدوشك؟ وين راح يا ربي؟ يا ربي وين راح؟ لا اله الا الله، وين راح يا ربي؟ قم يا حسن يا ابوك يمكن تحتك. قم ابي شيء ما ابي شيء تحت جيبك. بعتوني انت يا عطني 100 ريال بس. ما عندي غير 10 ريال في مخباي. يا ربي وين راحوا؟ ها ليكون انا حطيتهم في حد الدروج وانا ما ادري.
روح دور روح يا بلد تعب عمرك. يبقى انا ختم ها ختم ختم 800. اي نعم ختم 800 ودفعته حق احمدوه. والله يعلم عشان شلون بدبرنا الباقي. بس انا بعد جايبه هالايام الشغل مسوي اللي سالفه. يا يبا شلون تاخذهم هذا المال نصبي؟ يا يبا عيب عليك حرام عليك تاخذ شيء ما هبلك. حتى انت اي صبي اللي انا اخذت فلوس انت يعني؟ احمد انت بصاحيد والله العظيم صدقت الكذبه انت. بعدها الفلوس فلوسك انت يعني حلال علي انا. يا يبا ما يصير خلوه والله العظيم ما يصير باكر العيد. شلون يعيد نصبي؟ وبعدين تعال شلون تمد يدك على شيء بدون ما تستشيرني؟ والله انا قلت لك انا محتاج صديت عني. بعدين انت تعال اقول لك ذبحتني انت صبي 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 يا صبي انت ملزم فيا بعد عنده ابوي عندي بتكفل به يا فكر فيني انا بدل ما تفكر بالغير. انا بقول لك انا تشوف حالتي كسيبه وتسكت عني وصد عني تقول صبي ما صبي. يا يبا انا ثوب ما فطرتي ولا سرت العاب حق العيد. ما تبغى تزعلت على حالتي ولا اهتميت؟ كل سنه وانتو طيبه يا هند. شريت حلويات حق بيتنا وحق بيتكم. يلا يا جوزيف ود لغاف بيت مجاسم. لحظة جوزيف بروح معاك. ليش؟ ما تبين تروحين السوق؟ ومن قالك اني بروح السوق؟ ناصر قال لي ان في اشياء ناقصة لك ولعيالك وعلى اساس رح سحبته على طول يتلك. شواري لك خالي؟ ان شاء الله يا ابوك يا سعود باكر العيد. ايه وانا ما شريت شيء حق الولد وانا والله مستحي منك. والله عليك يا خالي تستحي من ولدك. لحظه قم شوي يا ابو. تفضل خالي هذه 200 ريال كل اللي عندي يكفون. يكفون يا ابوك يكفون جزاك الله خير يا ابن. اعتبرهم سلف. والله عليك يا خالي. اي والله يا ابو واحد والله عليك. السوق قريب بروح اشتري له ثوب وجوتي. زين فرحه جزاك الله خير. يستاهل. في مال الله. مع السلامه. مع السلامه. يلا يا ابوك. مع السلامه. يلا. هذا ما يصير بابا سعود. ويبدا يفنف نفر صديق ملعنه ويخلي شغل واجد كل علي انا. بعدين ياخذ شمسو خلك في حالك وشوف شغلك وبس. جاسم ليش رحت يا اخوي؟ وش تبغى مني؟ اتفرج عليك وانت بسح الارض ولا كنت تتوقع مني المساعده؟ بس يا اخوي هذه محلي الواحد لازم يباري حلاله. يباري طبي خم ويمسح الارض في مطعم داخل السوق مكان مكشوف الكل يشوفك فيه. انت ايش فيك تبغى تفشلنا تبغى تفضحنا؟ مطعم هذا المطعم اللي تقول عنه؟ عيب عليك عيب. كل ما قلت بيع بدل خيبت املي. اخوي فهمني انا كانوا عندي عمال بس مشيتهم عشان اقتصد. تفضل روح امشي فنش الطباخ واشتغل عند مكانه اطبخ مكانه واكتب على المطعم طباخ محلي 100%. شاقول حسبي الله عليك يا سعود يلي قاهرني على طول الخط. يا ما لا
What do you think yourself doing, huh? لو في خيل تعال قدام يا خيل خليني خليني بس اقعد ما يطفى عليك هالمنيال اقعد اقعد انت اصبر عاد هذه حمار هذه قليل ادب هذه جاسوس اخوك يا ابراهيم شوف يا حصان بعد يقول لي حصان بس يا ابراهيم بس عاد كف على وجهك عبود كف على عيني كف على نزالتك على لحيتك على صدرك اللي هتوك كده صدر حصاني يا حصان للأسف اعتقدت ان ثلاث سنين ممكن تغير فيك شيء يا خسارة بس الله راضي وراي يلا نعم ايش عندها المدام بعد ايش عندها ذي من فاكره نفسها بس عاد يا ابراهيم ألف مرة قايلة لك لا تكثروا يا عبود ما لك شغل فيه ايه قال عبود هو ابراهيم بس عاد عجبك هالكلام أموافق علي يا خالتي قلنا لكم مجنون بذمتكم شلون الواحد يتصرف مع واحد مجنون انا شفته يا يمه شفته وهو يبتر سنتيكه السودة اللي عطيتك اياها يا عمتي يوم علتها يطلع منها بيضات وحطهم في مخباته فيها فتوي اه يا قليل ابراهيم كم مره قالت لك اذا تبي شيء قول لي انا بعطيك ايش لا تبطل شنطتك هذا انت المفروض تكون قدوة حسن لاخوك قدوة هذه ما يبي لها قدوة هذه يبي لها عقال تب 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 بس الله بس ذبحتونا بس بس تعال اقعد هني حسبي الله عليك انا كم مرة قايلت لك لا تطول لسانك على اخوك العود ليش ما تسمع الكلام ليش انت ما تقدرين الا علي انا بس لا سويتي دي ولا سويتي داك لو فيش خير تقولينهم ما تقدرين عليهم انا بيت What I'm supposed to do باكر العيد وانا لحين ما اخذت ثيابي من الخياط ولا شريت لا غترة ولا عقال ولا نعال ولا اي شيء يا يمه هذه اول عيد بعيدة معاكم عقب سنين الغربة تبوني اعيد بقميص وبنطلون اروح ميالس الناس واعيد على الريايل wearing this يا يمه صار لك الحين ماخذ مني ايش كثر ما اشوفك شريت بهم شيء استخسرت الفلوس في نفسي وحطيتها في البنك طبعا نستغربه ولا يمكن بعد ما بمصدقه but this is the truth mom وكنت ناوي بعد اذا اشتغل اقصر على نفسي واجمع بس هذه يا يمه مناسبه ما تي الا مرتين كل سنه تبوني ما البس فيها وبعدين تعالي أنا إيش كثر خدت؟ ما خدت إلا 500 إيش دعوة يا يمة؟ 500 ريال أفوا يا يمة مستكثرتهم على ولدك؟ وإيش لك يمة يا يمة؟ ليكون ناوي تتزوج؟ لا يا يمة أنا أجمع علشانك علشاني؟ إيه طبعاً علشانك أنت عبارك أنا فرحان ولا سعيد وأنا حاس إنك زعلانة مني؟ لا يا بعد عمري يا يما انا مو بزعلانه منك خل فلوسك لك انا ما ابي شيء ما فهمتيني يما انا الفلوس هذه قاعد اجمعها علشان ارجع امريكا مره ثانيه وادرس اي ادرس لين اخذ الشهاده اللي تفرحك وتخليك فخوره بي وي ابراهيم يا يما الحين انت لو تحب الدراسه كان درست يوم انك على حساب الحكومه كمان مام يما انا ايش كثر شرحت لك انا يا يما ما تعود حد يشاركني في غرفتي ويشاركني في اكلي ويتدخل في خصوصياتي انا عشان كذي يا يما ابي اكون حر نفسي ابي اجمع فلوس كافيه علشان ارجع امريكا واخذ لي استوديو صغير انا سمول كار وادرس على راحتي أنا تلوفي يعني خفت يطلع في الياهل قلت مريت سوق شوية وخدت لك عن خاطرك بس تين ما لقيت تلوفي شكرا يا جاسم بس أخاف أودي المطبخ أغسلة وشوفني أمك تسوي لي سالفة زين تلوفي يعني يا مال العافية حطي لها شوي عن خاطرها شنو حط لها شوي عن خاطرها الحين منو الحامل أنا ولا هي بعدين شوف كلهم ما ادري يمكن 7-6 حبات يعني شنو احط لها 3.5 وانا 3.5
تلوفي انا خلاص يعني عندك الحم موجودين لا تروحين برا اغسليهم في الحمام. انزين يلا روح بدل ثيابك. لا لما ارجع بدل ثيابي. وليش ما تبدل الحين؟ تلوفي شو المشكله يعني بدلت الحين ولا بعدين شو المشكله؟ المشكله ان في مخباك فلوس وانا صرفت لك 300 ريال 100 لك و100 لي وال100 الثالثه خاف تعطيها امك حصوه. تلوفي انا يعني متعود كل سنه اصرف له 100. لا يا عيوني بطل هالعاده لان عطيتها ولا ما عطيتها كله واحد لا حمد ولا شكر. بعدين هي إيه؟ مو في حاجه الفلوس يعني مو في حاجه الكم ريال والفلوس اللي تعطيها يا عيوني تعطيها حق العله ابراهيمو كل شهر تعطيه 500 و1000 ويخزنهم وين في البنك واخاف الريالات اللي تسلمها تعطيها حق المدلل عشان يعايد فيها على حسابنا. يوم العافية. شو اسوي عشان ترضون عني؟ امل لا تتكلمين بالحدة هذه، الاسلوب هذا ما بيوصلنا للنتيجة. اوه بدينا بالفلسفة. لا فلسفة ولا غيرها. خليني اقول لك مثل بسيط. الليلة ليلة عيد، احلى ليلة يجتمعون فيها الاهل. توقعت انك مدام ما تحبين الاعمال المنزلية تروحين تشترين بوكيه وردة زينين في الصالة او علبة شوكولا او اي لمسة من لمساتك تحسسين الجميع انك فرحانة وياهم. بصراحة خالتي اضحكيني لما تقولين بالجميع. منو الجميع اللي تعنينهم؟ ابوي، ابوي اللي ما نشوفه الا حزة الفطور. لا وساعات تسحر بالصالة وعقب رمضان وبعد رمضان ما نشوفه الا الساعة واحدة بالليل. وامي يا تحن يا تسولف عن ابراهيم وذكريات وسوالف الماسخة. كاهو رجع واسترد مكانته في قلبها. لا ولطيفه وجاهزه. واحده 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 يا امل. اولا ابوك ما يغيب عن المنزل الا رغما عنه لان ظروف شغله متعبه ومستحملها وساكت لان الراتب كبير مع انه ضايع الراتب هذا في هالبيت الكبير لان كل واحد فيكم راتبه في جيبه. ثانيا والله انا مو ملزومه اصرف على البيت، راتبي يا دوب يكفيني، بعدين ابوي المفروض يعطيني لانه ملزوم يصرف علي كاب. الله ايش ايش شو وين هذا؟ حطيني شنو هذا؟ بيت ماما أمينة في الدراير في بيت ماما أمينة؟ ايه. أيوه روحي تسكي الباب. دعي الأمل يا أمل يزهو في ربوع صداقتنا وكل عام والحب يجمعنا. لفتة حلوة منها، هذول الناس اللي يعرفوني يفرحون مو على العموم. أنا حبيت أقول لك كل عام أنت بخير، بس بغيت أراويك إن في ناس في البيت يحبونك. طيب أنا لو أدري إن هند بتيب فالة شان ما شريت الفطر. وزيادة الخير خيرين، هي متعودة كل سنة تجيب الحلويات والمكسرات كلها من وقت. قوة يا ابو محمد، قوة يا ام حصة، يبقى ترى إذا في أغراض في السيارة يعني أنا حاضر ترى بروح أجيبهم يا ام حصة كل يوم لك قصة حلوة. لا مشكور، عط نفسك العافية يا مال العافية. ربي لك الحمد ولك الشكر، شفت؟ شفت ايش خاش وراه؟ وش لجبه يا ام جاسم؟ خلي الصبي في حاله. بيصك الأربعين وليه ملحين الصبي؟ إذا هو بيصك الأربعين، عايل أنت كم عمرك؟ مالك شغل في عمري، أنا مو هو أكبر منك؟ أنا شيبة يا يبا، شيبة ولا تزعلي. أنا مو هو بزعلانة منك. انا زعلانه على هالجاسم هذا. شوف شوف ايش بايق لها ومودي لها اياه علشان نحن ما نشوفه ولا نعرف. صار زطي من خدها الزطيه، مسيطر عليه كلش. يا ام جاسم ايش لك بهم؟ دام هم مستانسين مع بعض خلاص خليهم في حالهم. يا ما قالوا يا ما قالوا انك مسيطر علي.
عيلة انت صج مسيطرة عليه؟ صح حكي ولا لا؟ لا مو غب صح، وهذه مو حكيك، هذه حكي خالك السوسة واخوك الحشاش. الله يهداك بس يا ام جاسم، وانت كل سالفة تقلبينها على خالي واخوي؟ هي دافع عنهم الحين؟ هم صاروا اقرب لك مني انا؟ اخ لا حول ولا قوة الا بالله. في ذمتك وراس عيالك وانت ياي، ما مريت على اخوك؟ مريت ولا ما مريت؟ عاد مريت ولا ما مريت؟ كفاية هذا شيء يخصني انا. ومثل ما انا عاز اختك وحاشمها، على الاقل سوي حشيمة حق هلي. لا من باب المجاملة على الاقل، لو علشان خاطري. ايوه ما اقدر الفع ثوتي، انا مواتن، جيتني مواتن ثاني وانا بحك منه، الليلة تاخذون حك منه. معقولة ما عجبت شيء؟ تأخرنا على البنات. البنات ما عامهم وانت توج مكلمتهم، تحبين تكلمينهم مرة ثانية؟ ما لحظة. شو رأيك في هالطقم؟ لا بس يعني ما عجبك؟ الله يهداك بس يا ناصر، انت متعود تعطيني وانقي على ذوقي. وش اللي اختلف؟ نقي على ذوقك وانا اللي بدفع. شلون تبيني انقي على ذوقي واخذ راحتي وانت كل دقيقة طالع الساعة؟ يا هند صار لنا اكثر من نص ساعة هني وانا غير لك قبل لا نطلع اني موعد الربع. خلاص عيل وصلني وروح لهم. شكرا يا ادي، بس لا تعطيني عيدية لانك شريت لي هدية. عليك بالعافية يا ابوك، يا رحمن يا رحيم. يلا يا يبا ما اكلت سندويشك؟ بعدين باكل. اي عليك بالعافية ان شاء الله، عليك بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. شبلك واقف كذي، شبلك كله ما عندك وكله ما عندك، ها كله ما عندك. لا حول ولا قوة الا بالله يا ابوك، لو تدري شلون انا دبرت هالفلوس كان ما سألت هالسؤال. لو تقدر تدبر ليش ما دبرتي وانت تدري بظروفي؟ لكن اعتذر، لكن بسيطة. تعال 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 يا ابوك تعال، خالك معصب. لا اله الا الله، يا الله ادفك ضيقته يا رب. يا الله اسمع يا ابوك، خذ اغراضك وثوبك وودهم داخل وبعدين تعال العب. ولا اقول لك لا، انا بوديك اسبحك وبعدين تعال العب. الحق علي يا ابو، الحق علي، الحق علي، الحق علي يا ابو، الحق علي يا ابو، الحق علي الدودة يا الدودي، الحق علي يا ابو. شو اللي صاير؟ اللي مش حقه مسكين وين مودينه؟ مالك شغل يا ابو، عندنا امر بقضاء عليك. ليتك مو علي ما توجعي ما توجعي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا أخوه وأنا مدينه. ما عليه ما عليه يا نيس يا ويه الإغراب، أرويك الكليو. تهدين تهد تهد، هو وامه قاعدين يدلون على المينون وقاعدين يبون تكون هو البادي وهو الآيل. بس عاد ديش داخل فضحتينا، ديش داخل. حسبي الله ونعم الوكيل، الايام عيد وين مودينا؟ لا تصدقونا هذا خبل خبل. انت هبل، انت مينونه والله العظيم انا مواتن سريف، هو اللي قايل علي هو البادي. ولدي ولدي ما عليه يا عبود الكلب، ارويك ما عليه. بس بس مو عليه، بس تعال ولانا. أقول لك ما دفع، هذه آخر مبلغ وصل لي منكم، أنا عندي الوصل وعندكم صورة منه. آخر مبلغ وصل لي في 30/7/97، يعني عليك أجار متأخر 8 شهور. ما يصير يا أخوي. شنو يعني ما يصير؟ أنا ريالك كلمك، شنو أكذب عليك هان ولا تبلع عليك؟ لا يا أخوي أكرم عليك، أنا ما قلت كذي، صاحب المطعم ما فهمني كذي، قال لي ادفع قفلية
والأجار دفعه شهر بشهر. شمسو يا شمسو تعال لي. كم شهر صار لكم ما دفعتوا الأجار؟ 8 شهر. الهندي عنده خبر، وانت يا زعم راعي المطعم خبر خير. والله العظيم يا اخوي ما شمسو، ليش ما قلت لي؟ ليش ما علمتني؟ والله يا اخوي ما عندي خبر. ليش ما علمتني يا شمسو؟ شو سوي بابا؟ بابا ما المحل اول كفيل ملانا هو يتوقع عشان يشتغل داخل المطعم. اذا انا يقول سيتي هو يكنسل اخوه ملانا. شوفوا عاد انا صبرت عليكم وايد. شمسو قال بيسلمني المبلغ كامل ليله العيد. يا تسلموني فلوسي الليله كامله ولا بيتكم في السجن. ها ايش قلت؟ ايش تبيني اقول لك؟ تقولين الصج. انت يا الحين منتفخه ومبوزه شله؟ ها؟ صالح قام بالواجب اكثر. سحب فلوس وياك علشان يوديك السوق تشتري الاغراض اللي على قولتك ناسيتها. قلتي له لا مو برايحة وياك، خذ بناتك ووداهم السوق وتفرغ لهم. الحين بدل لا تقولين له شكرا قاعده وتذمين فيه. اي وليش صالح اللي وديني؟ انت زوجي ملزوم فيني وبناتي. انت تدرين اني ماسك شركات ابوي في غيابه، وصالح شغله اخف من شغلي، ويزال الله الف خير انه مسخر نفسه لك ولبناتك. وانا عموما ما قصرت، قلت حق الربع ان انا بتاخر وجيت ووديتك تشترين الذهب اللي تبينه. الحين ان بدل اشوف الفرحه على وجهك ام بوزه ووصله حدك، ليش هذه كلها؟ لاني ما تعودت اني اطلع معاك او مع صالح وشنطتي فاضيه. بعدين انا بسالك سؤال، انت جاوبني بصراحه، ليش صالح يمسك الفلوس ويحاسب عني؟ انت عارفه ليش؟ ذيك الليله لما سويتي روحك زعلانه كان في شنطتك 8000 ريال، ولما رجعتي شنطتك كانت تقريبا فاضيه، ما فيها الا 20 او 25 ريال. تقدرين تقولين لي وين راحت الفلوس؟ انتي ما ظهرتي من بيت اخوك، هذه على حسب كلام ابو جاسم. وانت ايش حق تفتش بشنطتي؟ والله عاد انا عمري ما فتشت وراك، لكن الظرف اختلف الحين. واذا تبين اقول لك اياها ببساطه وبوضوح، شوفي يا هند، انا ما اتعب في الفلوس علشان اللي يسوى واللي ما يسوى يتمتع بها. انت زوجتي على عيني وراسي، ان شاء الله اصرف عليك بالملايين، حلو على قلبي، لكن انك تاخذين بيزاتي وتودينا حق هالسعوده اخوك ذي اللي ما يستاهل ريال، اسمحي لي يا مدام اسف. امسين اقول لك عاد يا فر اخوك يبوك سيارتك الظهر يوم انت تروح الدوام. هلا 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 تعال تعال فيه. هل فيدنا عندنا ثان في فليدنا لبا ضدفة الخيل من 1100 ليت يا ينتني يا وخر زين منك مسوي روحك ريال الريال الكفو ما يسوي سواتك. لا ثان اخو لدد ودع عن ثان ودني حسبي الله ونعم الوكيل. خير يا ابو جاسم خير. من وين يجي الخير يا خال؟ من وين يجي الخير والواحد مبتلي بعيال مثل شاقول؟ بس الشكوى لله. حسن عندهم داخل يا ابو جاسم ومعين يطلعون يعيد عنده وانا بعيد ابوه. الله العالم ايش كثر بيت محبوس. صدقيني يا خالتي روحتي ما منها فايدة. شو ما منها فايدة؟ وقفتك مع أبوك وإخوانك ما منها فايدة، شو هالحكي؟ أنا كلمت الضابط وقال لي هذا إجراء شكلي، بيسوون تسوية من بينهم، وبعدين أبوي موجود، أنا شو أسوي أروح زيارة عدد؟ بس ما حد فيهم بتصل، ما حد طمنه، وأمك تاكل بنفسها. حول الله، أنا شو أسوي؟ أنا إيش في يدي؟ الموضوع وايد بسيط. بس الموضوع صعب، دشت الشرطة بيتنا. ويا فضيحتنا عند الجيران، وانا ريال معروف خاف باشر يوصل حجي الشغل. شو يقولون بصير علت في حلوج الحاقدين والحساد؟ سك الباب زين. والله ايش
وانت شو اللي جايبك؟ جاي تتشمت علينا؟ تشمت شو علي الله يهداك؟ تسوي روحك ما تدري؟ اكيد واحد من ربعك اللي مثلك بلغك ان عيالي في المركز. عبالك عيالي بيطلعون مثلك حراميه وحشاشين؟ لكن لا، روح قول حق اللي قال لك ان عيالي ما عندهم هالسوالف هذه وان بس هواش. صلي على النبي يا ام جاسم، شو هالكلام هذا الله يهداك؟ شو هالكلام؟ في اي مركزهم؟ في المعموره. كله منك، من طلعت والبلاوي تتحدث علينا كل يوم والثاني. بس عاد يالله عليك، خلاص يا حصه عيب عليك. شو الحكي هذا؟ اخ سعود الله يخليك، من طلعوا ترى احنا ما ندري عنهم اي شيء، اذا وصلت هناك اتصل فينا وطمنا وقول لنا شو اخبارهم. اها، الفتره اللي راحت فكرت في اشياء وايد، شفت معاك حق في اشياء بس اختلف معك في اشياء ثانيه. بس قبل كل شيء ابي اقول لك اني ما اقدر على فراقك، صدق والله. انزين، وين كنتي الفتره اللي طافت؟ لا اتصلتي، لا تكلمتي، لا مريتي، لا مسافره ولا عشان ما تبين تشوفين رقعت وجهي؟ انت صحيح ما عندك احساس؟ خامره مع التليفون، البيت كله معتفس وانت حضرتك مع التليفون؟ معقوله مو مهتمه؟ اخوانك مع ابوك صار لهم 3 ساعات في المركز، ما كلفتي عمرك تسالين ايش صار؟ لو سمحتي طلعي برا وصكي الباب وراك. يا خالي عاد ليش شايف هالفقير المسكين هذي هني؟ حرام هذي يدش الاماكن دي. شو اسوي يا ابوك يا سعود؟ ضاقت بي الوسيعه، ما عرفت وين اطق براسي. خدت وياي وخدت تاكسي ويتم، ترشيتهم يطلعونه الليله بس قالوا ما يصير، لازم يقعد كم ليله. عاد انا قلت حق ابو جاسم يتوسط لي عندهم، قال خلنا اتوسط حق عمري اول. شو اسوي يا ابوك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا خالي ما عليه شر ان شاء الله، كانت بروحك تقول كلها كم من يوم بيظهر بالسلام. هم قالوا كذي بس ما ادري هم صادقين ولا هم يطمنوني بس. يا ابوك يا سعود انت قلبك عود، روح حق حسن، ترى ما عليك من جثته هذه ياهل. كلمه قول له ان انا احبه، والله اني احبه ومستعد ابيع البيت علشانه واقعد برع في الشارع. وعد يا خالي، لا 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 ما توصل للمواصيل هذه الله يهداك. بس خذ هذه وده البيت وروح ارتاح، وانا ان شاء الله بمر على حسن وباكر بمر عليك اطمنك ان شاء الله. قلت مر عليك صادق يا سعود احلف. والله العظيم يا خالي اني بمر عليك، ايش دعوه؟ روح ارتاح بس، انت مو بصاير له الخير ان شاء الله، روح ارتاح. وجاسم خلاص المشكلة انحلت. عبود رفض يتنازل عن البلاغ وحولوه المستشفى، وهناك الطبيب قال انه في رقبته اثار خنق، واذا حولوا القضية للمحكمة بتنقلب الى قضية محاولة قتل. اخوه بغى يقتل اخوه بقصد ولا من غير قصد، وهذه فيها سجن وفضيحة وقيل وقال. انا بكلم عبد الله يا اخوي. الحين انا اللي اسمي ابوه رفض يسمع كلامي ولا يطيعني؟ بيسمعك انت اللي ما يعرفك ولا بيطيعك؟ انا بحاول. تعال زين الله يهداك تعال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض،
مساك الله بالخير طال عمرك. حكوا والله سعود فالح. يا هلا سعود. هلا الله يسلمك. شلونك يا سعود؟ شلونك؟ الله يسلمك. قل لي متى طلعت؟ والله يعني كذي من شهر تقريبا. لا إيه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل تفضل يا سعود. ليش واقف استريح؟ لا انا ما ابي اعطلك عن شغلك ولا اخذ من وقتك، بس اذا سمحت ممكن اكلم ولد اخوي. هي ليش لا؟ وانا دور وين تايف هالوي؟ لب طفة خيل من الف ميعاد. قم فز قم. تحاكي عمك وانت جالس؟ ما عليه يا ابو فالح ما عليه. اسمع يا سعود، اذا بتكلمه عن التنازل قدامك ربع ساعة قبل لا تخلص من اوبتي. احنا بصراحة عيزها معه، وانا قبل لا تدخل بشوي كنت اكتب تقرير حق المحكمة. لا الله يخليك، اجل التقرير شوية، انا بحاول. والله كريم. خلاص وانا بنتظر في المكتب الثاني. بس اذا سمحت ممكن اتكلم في التليفون؟ عفا عليك يا سعود، التليفون وبس، التليفون والمكتب كله تحت امرك. سلام. انت يا سعود ما قصرت معانا. شكرا جزيلا. هذي تار معاك في السجن؟ من؟ هذي ايه كان معاي. كان حساس مثلك؟ لا كان ضابط هناك مثل ما هو ضابط يعني. بس انا سمعته وهو يدلك انت ما قصرت معاه. الو ام جاسم، ممكن اكلم حمده؟ اكلم حمده لو سمحتي. وين افت بعد ذي الخايس؟ اقول لي انت وين؟ ما هو طايع يرد علي. عطني اياه. الو ايوه يا سعود. اي لو سمحت عطني اكلمه. الو عبد الله، انا خالتك يا حبيبي. ليش كذي؟ زين اسمعني اسمعني زين، انت تبيني ازعل؟ اي طبعا ازعل، وتكدر لما تقط اخوك في السجن. اعطيني كلمه يا حمد، اعطيني كلمه. اسمعني يا حبيبي، باكر العيد يا عبد الله، وترى ما حد فينا بيعيد ولا بيفرح اذا ما تنازلت. تبي الناس تضحك عليك وتقول عنك انك مو بريال؟ اي طبعا الريال اللي يعفو ويسامح. اثبت لي اثبت لي يا حبيبي. الله يخليك يا عبد الله، ترى كلنا تعبانين. ريحنا وريح نفسك. الله يخليك. عطيني. الو عطيني. اي ماما حاجيك انا. اعطيني اياها لحظه يا حس. اعطيني الله يخليك. الو عبود، حسبي الله عليك من ولد. فكيت على وجهها قبل لا تهاوتني. على وجه من؟ حمدة ام بلايمو. زين قولي ايش قررت الحين يا عبد الله؟ هل تدول الليال لازم يصفح ويسامح، وانا ما ابي ازعلها، بس مبدا بالله اقدم بلهيبو. الخال يقول ان انت اطيب واحد في عيال اخوي. صد صد هو دالت ذي؟ الطيب يا عبد الله ما يحقد ولا يقلل من قيمه الناس حتى لو اختلف معاهم واختلفوا معاه. انا بتنازل عن حدي بس ابصر. الله العظيم الله العظيم، لو بلاهي موعدها مرة ثانية وبحسن له. لا تخاف يا عبد الله، ما راح يعيدها لان بناخذ عليه تعهد وبيوقعه هني قدامك. اكتبي بعد. لا تخاف يا عبد الله. يا سعود قدرت على اللي احنا ما قدرنا عليه، ويا ريت يعني تتم معانا على طول هني، لان مثل الحالات وايد تمر علينا كل يوم. الله يساعدكم ان شاء الله. يا شرطي هات ابراهيم من الحجز.
أنا يعني بصراحة أنا مستحي منك، أدري ثقلت عليك وايد، بس لي طلب واحد لو تقدر عليه أكون شاكر لك. إلا موديني يا يبا سوي شيء، هذا ما إلا الحبيب ساحبني موديني. على يهمك يا ابو جاسم، خلاص عبد الله بيترازل. يلا اروح اشوف حسن الحين. انا مبليت مبليت عدل، ما كنت متصور ان انا ببات ليله واحده هنا. انا انحبس. انت انحبست لانك استهترت بالقوانين، وهبت الناس اللي كفلوك في البنك الله اعلم ظروفهم شو، خليتهم يشتكون عليك وحبسونك. يعني انت خلاص لي تعطيني فلوس بالحياه؟ يعني تشوفني بالسجن عشان تقول بعدين ما في حد احسن من حد؟ خليكم في علمك ان انا سدني غير سدنك وتهمتي غير تهمتك. الله يسامحك يا حسن، الله يسامحك، الله اعلم باللي في القلوب. على كل حال انا جاي اطمن عليك واطمن الخال. بس انا بخير بخير، انا قول له يبا حسن كله كم من اسبوع بيطلع وبرد البيت. سامع؟ برد البيت. كل زين يلا. تعال تعال يما تعال خلي عليك تعال. انا اول مره في حياتي انحط في موقف سخيف مثل هذه. يبا لو سمحت. نعم. انا ابي اتكلم معاك شوي. انا ما فيني شده اسمع اي كلام، بروح اريح شوي قبل صلاه الفجر. اوف انت يمه، ايش اللي خلاك تمد يدك عليه؟ ما تدري في خبر؟ دونت بليم مي بليز مام. هذه خبل، هذه ما بخبل، هذه جاسوس، هذه لئيم. اخ لو شفتي شلون يتكلم قدام الضابط. لو سمحت يا حضره الضابط، ابي اروح دكتور بلاعيمي تعورني. بلاعيمك يا الكذاب، ها بلاعيمك. قلت حق الضابط هذه ما يبي لها دكتور بلاعيم، هذه يبي لها دكتور نفساني، هذه مينون. يا ناس يا ناس، حد يصدق شكوى مينون؟ طلع لي ابوي في السالفه. يا ابراهيم عيب، تعوذ من ابليس يا ابراهيم، الحين هو اللي غلطان وانا اللي اتعوذ من ابليس. يلا عدل الله ثقل، انا ما ابي اتلمه اللي يولي. يلا بس انا ابي القد في غرفتي، انت تفين الليل وانا هاف من الدلام. واخروع عن وجهي احسن له، ان شفته هني قدامي ذبحته. جبدين مال وين بس يا ابراهيم؟ بس يا مال خلاص عفوت، ما نمطفي اللي تات بخليها كلها وانا ذبحتونا بس عدنا بالنام، حرام عليكم. يلا انش تعال، وين رايح وراهم؟ تعال لحين ما جبت ثيابي من الخياط ولا تشريت اغراضي، وباكر العيد وكله من ولدك المينون السوسه اللئيم هذي. بس يا يمه بس، صل على النبي فضحتونا، هذا اللي اخوك الصغير. مام بليز لو سمحتي لا تدافعين عنه. زين تعال تعال لا تعصب، تعال والله تعال، فضحتونا اليوم وكان على ثيابك، السوق فاتح، روح خذ كل اغراضك. تصدقين يمه؟ تصدقين ان انا طول الطريق قاعد افكر انا شلون بعيش مع ولدك هذي عقب اللي سواه فيني؟ لا وفي بيت واحد وفي مكان واحد. No way I can't mom. خلاص يمه، انا اول ما يبرز الملحق اللي برا باسكن فيه.